السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم تلاميذ الصف الرابع مشاهدين الكرام في ربوع تاجور الحبيبة. نلتقي مجددا في الدروس التعليمية للصف السادس في مادة الرياضيات. أنا معكم معلمتكم نجلاء رمضان الكموشي، أسعد الله صباحكم جميعا ونبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا تلاميذي الأعزاء مع الباب الثاني، الزوايا في الأشكال الهندسية. حنكملوا درس الحصة الماضية، تابع إيجاد قياسات الزوايا المجهولة. طبعا الحصة الماضية خدينا تعرفنا على الزوايا، رجعناها معلوماتنا السابقة، تعريف الزوايا وأنواع الزوايا وكيفية إيجاد الزوايا على المجهولة على خط مستقيم وعلى المتجمع حول نقطة والمتقابلة بالرأس، وخدينا الزوايا في المثلثات وتعرفنا رجعنا معلوماتنا في على المثلث تعريفه وأنواعه بالنسبة للزوايا وأنواعه بالنسبة للأضلاع، وكذلك تعرفنا أو تعلمنا مع بعض كيفية إيجاد الزوايا المجهولة في المثلثات. اليوم حنكمل باقي الدرس إن شاء الله في إيجاد قياسات الزوايا المجهولة، وحناخدو الزوايا المجهولة أو في الأشكال الرباعية. حناخدو الزوايا في الأشكال الرباعية. قبل ما ندخل في إيجاد الزوايا المجهولة في الأشكال الرباعية، نراجع مع بعض تلاميذ الأعزاء معلوماتنا على الأشكال الرباعية اللي درسناها في السنوات الماضية في الصف الرابع وفي الصف الخامس. تعريف الأشكال الرباعية وشن هي الأشكال اللي درسناها. نبدو مع بعض إن شاء الله في تعريف الأشكال الرباعية. نتذكروا مع بعض، أكيد أنتم الآن متذكرين التعريف اللي بيقول الأشكال الرباعية هي أشكال هندسية لها أربعة أضلاع وأربعة زوايا، ولهذا سميت بالأشكال الرباعية لأنها تحتوي على أربعة أضلاع وأربعة زوايا. ومجموع قياس زوايا أي شكل رباعي تساوي 360 درجة. هذا التعريف العام للأشكال الرباعية، لها أربعة أضلاع ولها أربعة زوايا ومجموع قياس زوايا الأشكال الرباعية 360 درجة. حنشوف مع بعض الأشكال الرباعية اللي درسناها سابقا. حنتعرفوا أو نراجع مع بعض الشكل الهندسي اللي اسمه المربع. المربع كنا نعرف المربع هو شكل رباعي، شكل هندسي رباعي له أربعة أضلاع. خير هالأضلاع هذه، إحنا تو بنتكلم على خصائص المربع. الأربعة أضلاع هذه متساوية في الطول، الأربعة الأضلاع متساوية في الطول، وكل ضلعين متقابلين متوازيين، وله أربعة زوايا قائمة. الزوايا الأربعة قائمة، كل زاوية قياسها يساوي 90 درجة، ومجموع زواياه الأربعة زي ما قلنا في خصائص الأشكال الرباعية إنها هي 360 درجة. شوفوا معاي تلاميذي، هذا هو المربع، عنده أربعة أضلاع وعنده أربعة زوايا. خلينا نأشر عليهم. أيوة، هذا الأضلاع الأربعة، ضلع 2 3 4، والزوايا 1 2 3 4. قال المربع جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه الأربعة قائمة، كل واحدة تساوي كم؟ 90 درجة، ومجموع الزوايا بالكامل 360 درجة. هذا المربع، صديقنا المربع تعرفنا عليه ورجعنا معلوماتنا السابقة عليه. نمشي لصديقنا الآخر، الشكل الهندسي الآخر، وهو المستطيل. حنتعرفوا أو نتذكروا تعريف المستطيل وكيف يكون شكله وأضلاعه وزواياه. وينك يا مستطيل؟ هذا المستطيل، قال لي هو شكل هندسي رباعي له أربعة أضلاع ولكن ليست متساوية كالمربع، لا، قال لي كل ضلعين متقابلين متساويين
ومتساويين في الطول ومتوازيين، كل ضلعين يقابلوا بعض خيرهم متساويين في الطول ومتوازيين. وقال لي على عنده 4 زوايا قائمة، كل زاوية قياسها كم؟ قياسها 90 درجة، مجموع زواياه 360 درجة، زي أي شكل رباعي. هاي نشوفوا شكله كيف بيكون. هذا شكله، هذا صديقنا المستطيل، عنده 4 أضلاع كل ضلعين متقابلين، الضلع هذا يقابل الضلع هذا يساويه في الطول ويوازيه، والضلع هذا يقابل الضلع هذا الضلع المقابل ليه مساويه في الطول وموازي له. عنده 4 زوايا، زاوية 1 وزاوية 2 وزاوية 3 والزاوية 4 خيرهم، كل واحدة زاوية قائمة قياسها 90 درجة، مجموع زواياه كم؟ 360 درجة. هذا صديقنا المستطيل، تعرفنا عليه وتذكرنا المعلومات السابقة عليه. نجو ناخدو الشكل الرباعي الثالث، وهو متوازي الأضلاع، وقال لي هو شكل هندسي رباعي له 4 أضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين، زي ما كنا نتكلم عن المستطيل. ولكن وين الفرق؟ الفرق هنا قال لي وله 4 زوايا، وقف ما قالش قائمة، 4 زوايا قائمة للمستطيل، ولكن لمتوازي الأضلاع 4 زوايا فقط، ليست زوايا قائمة، ومجموع زواياه بالكامل 360 درجة. إذا هذا هو متوازي الأضلاع. نشوفوا شكله، هذا صديقنا الشكل الهندسي اللي اسمه متوازي الأضلاع، شكل ليه 4 أضلاع. شوفوا الأضلاع الأربعة، ضلع 2 3 4، قال لي كل ضلعين متقابلين، هذا يقابل هذا ويسويه في الطول ومتوازيين، متوازيين الضلع هذا يقابل الضلع هذا يسويه في الطول ومتوازيين. ولكن عنده 4 زوايا لكن خيرها ليست قائمة، هذا الفرق بين المستطيل ومتوازي الأضلاع، زواياه ليست قائمة، 4 زوايا، مجموع الـ4 زوايا كم؟ 360 درجة. نشوفوا الصديق اللي بعده، الشكل الهندسي اللي بعده، هو المعين، هو المعين. نتذكروا مع بعض تعريفه، بيقول المعين هو شكل هندسي رباعي له 4 أضلاع متساوية في الطول، وكل ضلعين متقابلين متوازيين. هنا زي ما تكلمنا، زي ما تكلمنا عن مربع، 4 أضلاع الـ4 متساوية في الطول، وكل ضلعين متقابلين متوازيين، وله 4 زوايا، وقف ما قاليش قائمة. إذا هذا المعين وليس المربع، له 4 زوايا فقط ليست قائمة، مجموع زواياه زي قلنا زي أي شكل رباعي 360 درجة. نشوفه مع بعض صديقنا المعين كيف يكون شكله. وهذا أمامنا الآن، عنده 4 أضلاع، كلها الأضلاع الـ4 متساوية في الطول، وكل ضلعين متقابلين متوازيين، ضلع هذا يوازي الضلع اللي مقابل ليه، الضلع هذا يوازي الضلع اللي مقابل ليه، والـ4 متساوية في الطول، وعنده 4 زوايا ولكن ليست قائمة، 4 زوايا مجموعهم الـ4 زوايا كم؟ 360 درجة. نشوفوا الصديق الأخير الخامس، هذا اللي سبق دراسته في الصف الرابع والخامس، هو شبه المنحرف. شبه المنحرف قال لي وهو شكل رباعي له 4 أضلاع زي أي شكل رباعي، 4 أضلاع. وهنا شنو الاختلاف اللي خلانا نسموه شبه منحرف؟ إن في ضلعان فقط متوازيان، لاحظتوا أنتم الأشكال السابقة خيرها كلها عندها ضلعين متقابلين متوازيين، لكن هنا في شبه المنحرف، هذه صورة هذا صديقنا شبه المنحرف، عنده الضلع هذا مقابل الضلع هذا ويوازيه، مش مساوي ليه ولكن يوازيه. أما الضلع الآخر والمقابل لهذا غير متوازيين، لأنهم لما يمتدوا يتقابلوا في نقطة فنسموهم غير متوازيين. عنده ضلعين فقط أو ضلعان فقط متوازيين.
وضلعين الآخرين خيرهم مش متوازيين فسموه شبه المنحرف. عندنا نفس الشيء أربع زوايا ومجموع الأربع الزوايا هادهم 360. في شكل آخر لشبه المنحرف ممكن يكون عنده زاوية قائمة واحدة، هنا بالشكل هذا يكون عنده زاوية قائمة نسموه شبه منحرف قائم الزاوية، زاوية واحدة قائمة نسموه شبه المنحرف قائم الزاوية. إذا هذه الأشكال الهندسية اللي درسناها سابقا وهي المستطيل والمربع والمعين وشبه المنحرف ومتوازي الأضلاع، وتعرفنا على خصائصها وعلى زواياها ومجموع زوايا الشكل الرباعي، أي شكل رباعي مجموع زواياه 360 درجة. الآن عندنا معلومات نبي نضيفوها على معلوماتنا السابقة، هذه اللي المعلومات اللي احنا جايين بها من السنوات السابقة حنضيف عليها معلومات جديدة. قال لي وهناك بعض المعلومات الأخرى وهي على الأشكال الرباعية، حنشوفوها مع بعض. قال لي قياس الزاويتين المتقابلتين في متوازي الأضلاع وفي المعين متساويتان في القياس. قالي ما حنشرحه كله. والمعلومة الأخرى قالي مجموع كل زوج من الزوايا المتتالية الداخلة لمتوازي الأضلاع والمعين تساوي 180 درجة. المعلومة الثالثة قال لي في شبه المنحرف الزاويتين المتتاليتين مجموعهما 180 درجة. 180 درجة. تعالوا نشوف الكلام هذا ونشرحه مع بعض. قال لي قياس الزاويتين المتقابلتين في متوازي الأضلاع، شوفوا معي هذا رسمة متوازي الأضلاع. قال ونفس الكلام ينطبق على المعين، الخصائص هذه على المعين وعلى متوازي الأضلاع. قال لي كل زاويتين متقابلتين خيرهم متساويين في القياس. شوفوا السهم بالشكل هذا، الزاوية هذه تقابلها الزاوية هذه تساويها في القياس، تساويها في القياس، والزاوية هذه تقابل الزاوية الأخرى تساويها في القياس. يعني هذا هو المقصود من كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع أو في المعين متساويتين في القياس. لما يعطيني الزاوية هذه يقولي هذه قياسها 140، كم قياس الزاوية المقابلة لها؟ نقولها على طول 140 أنهم متساويين في القياس، زاويتين متقابلتين متساويين في القياس. ونفس الشيء للزاويتين هادم اللي باللون الأخضر، هنا هذه تكون 135، هذه حتكون مقابلتها تساويها وتساوي 135. نشوفوا قالي مجموع كل زوج، هذه الفقرة الثانية، من الزوايا المتتالية الداخلة لمتوازي الأضلاع والمعين تساوي 180 درجة. شن قصده بمتتالية وداخلة؟ تعالوا شوفوا هم أربع زوايا، هذه الزاوية من المتتالية لها من اللي بعدها، متتالية يعني اللي بعدها جارتها، هذه وهذه، هذا خيرهم على ضلع واحد، هم خيرهم هذه متتاليات، هذوما مع بعض قالك مجموعهم كم؟ 180 درجة. الزاوية هذه مع الزاوية جارتها هذه 180 درجة. ونستمروا، الزاوية هذه من اللي متتالية لها مع بعض هذوما قياسهم 180 درجة. نكملوا، الزاوية هذه مع الزاوية اللي بعدها المتتالية لها مع بعض مجموعهم 180 درجة.
آخر حاجة الزاوية هذه مع الزاوية المتتالية لها مع بعض خيرهم قياسهم يساوي 180 درجة. إذن كل زاويتين هذا المقصود به، زاويتين متتاليتين الداخلتين يعني داخل مش خارج متوازي الأضلاع أو المعين، هذوما يساوي 180، والجيران هذوما أو المتتاليين هذوما 180 وهذوما 180 وهذوما 180. هذه الخصائص حنحل بها الزوايا المجهولة في الأمثلة الجاية إن شاء الله. نشوفوا آخر حاجة، قالي في شبه المنحرف الزاويتين المتتاليتين مجموعهما 180. شوف معي الرسمة، هذا شكل شبه المنحرف. طبعا احنا عرفنا انه هو مختلف عليهم بفيشيني ان عنده ضلعين فقط متوازين، الضلع هذا يوازي الضلع هذا فقط، اما الضلع هذا والضلع هذا غير متوازين. فنقول لهنا الضلعين المتتاليين مجموعهما 180، حيكون الضلع اللي بين ضلعين متوازيين فقط، مش حنقوله زي ما قلنا في متوازي الأضلاع والمعين كل الزوايا نمشوا هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي، لا، هنا عندي الزاوية هذه اللي حطيت لكم عليها المؤشر مع الزاوية المتتالية لها هادي مع بعض هادي 180 درجة، والمقابلة لها فقط الزاوية هذه اللي عليها المؤشر مع الزاوية الأخرى هنا مع بعض 180 درجة فقط بين ضلعين متوازيين. لكن الضلعين هادم غير متوازيين مش حنقول ان الزوايا هادم خيرهم مع بعض تساوي 180 درجة. ان شاء الله تكون الخصائص هذه واضحة لانها مهمة في حل الأمثلة ان شاء الله. الآن حنتعرفوا على الخصائص أكثر للمعين ولمتوازي الأضلاع ولشبه المنحرف. شوفوا الصورة الأمامي تلاميذ الأعزاء، هذه صورة من الكتاب حنشرح لها الخصائص زي ما خدينا توا في التعريفات وفي المعلومات اللي راجعناها وخديناها في السنوات الماضية. قال لي ه واو زين طا معين، وين هي صورته؟ ه طا زين واو، هذا قالي معين. والشكل الآخر يا سين صاد عين متوازي أضلاع، إذا هذا معين وهذا متوازي الأضلاع. زميلتكم هذه في الكتاب معاكم صديقتكم قالت يوجد زوجان من المستقيمات المتوازية في كل شكل، طبعا في كل شكل حنشوف الخصائص. حنكملوا احنا الفراغ، انتم عندكم الكتاب وتقدروا تتبعوا معي في الكتاب. الآن هذا مثال من الكتاب، هي واو يساوي، وين هي واو؟ نأشر عليه، هي واو هذا شنو يساوي في الطول؟ هذا باعتبار ان هذا معين معناه احنا شنو خدينا في الخصائص؟ ان اضلاعها كلها متساوية، هي واو يساوي الضلع اللي بعده اللي هو واو زين يساوي الضلع الآخر زين طاء الضلع ويساوي الضلع الأخير اللي هو طاء ه. إذن أضلاع المعين خيرها كلها متساوية في الطول. أعطاني الضلع الأول وقال لي كمل، نقول لا نسميها الأضلاع بالتساوي، ه واو يساوي واو زين يساوي زين طاء يساوي طاء ه بهذا الشكل، لأن الأضلاع كلها متساوية. تعال نشوف الخاصية الثانية شين قال لي، هذه تفهمنا على حرف القاف نقروها قياس وهذه نقروها الزاوية. قياس الزاوية ه واو زين تساوي قياس الزاوية نقط، هي واو زين تعالوا نشوفوها، هي واو زين يعني الزاوية هذه اللي تو حطيت عليها المؤشر، هذه قالي تساوي أي زاوية؟ شو قلنا احنا تو في الخصائص؟ قلنا الزاوية المقابلة لها، نمشي طول مقابلة لها هي، هذه هي الزاوية طا المقابلة لها للزاوية واو. حنقول له ان الزاوية هي واو زين تساويها الزاوية المقابلة لها اللي فيها المؤشر الآن وهي هي طا زين او زين طا هي زين طا هي، تمام. الخاصية الثانية والمعلومة الثانية قال لي قياس الزاوية طا هي واو، وين طا هي واو؟ طا هي واو اهي حطيت عليها المؤشر. قال لي هذه شنو تساوي الزاوية؟ أي زاوية تساوي؟ كاتب لي تساوي قياس الزاوية نقط،
على طول نمشي للمقابلة لها طول بالشكل هذا، هي المقابلة لها الزاوية زين اللي هي نقراها واو زين طا، فنقولها تساوي الزاوية واو زين طا لأنها مقابلة لها فتساويها في القياس. بعدين نشوف المعلومة الأخرى، قال لي قياس الزاوية ها واو زين، ها واو زين هذه زائد قياس الزاوية طا هي واو، طا هي واو هذه يعني الزاوية هذه هي والزاوية واو، قال لي مع بعض كم يساووا؟ زي ما خدينا في الخصائص من شوية الزاوية زاويتين متتاليتين هي وواو كم يساووا مع بعض؟ قلنا يساووا 180 درجة. بعدين قال لي الزاوية قياس الزاوية هي واو زين هي هي واو زين هي واو زين زائد قياس الزاوية واو زين طا يعني الزاوية هذه واو والزاوية زين هادو مع بعضهم كم يساووا؟ يساووا لأنهم هما زاويتين داخلتين في المعين ومتتاليتين، حنقول يساووا كم؟ 180 درجة. هذه حلينا الخصائص متاع المربع متاع المعين في الفراغات الموجودة في الكتاب. نجو بنفس الطريقة نجاوبوا الفراغات الموجودة في الخاصة بمتوازي الأضلاع اللي أمامنا هذا في الصورة. قال لي يا عين، وينك يا عين؟ أهو يا عين يساوي نقط، يا عين يساوي نقط. شنو خدينا احنا في متوازي الأضلاع من خصائصه؟ قلنا كل ضلعين متقابلين خيرهم متساويين ومتوازيين، إذا يا عين هذا حيساوي الضلع المقابل لي اللي هو من هو اللي هو سين صاد، اللي هو سين صاد. وبعدين قال لي الضلع يا سين هذا يا وهذا سين، الضلع هذا يساوي من؟ يساوي الضلع المقابل ليه اللي هو عين صاد. عين صاد هني خط مطبعي، هذه من بتكون؟ بتكون عين صاد. هناخدوا القلم نصلحوها نكتبوا هنا عين حتجي كويسة الكتابة. عين صاد مما احنا نعرفوها دي مع بعض توا انها هي عين صاد، تمام. ناخد المؤشر ونكمله. قال لي قياس الزاوية يا سين صاد، نمشي نأشر عليها نشوفها وينها، يا سين صاد اهي زاوية هادي حطيت على المؤشر، تساوي قياس الزاوية نقط، على طول نقول نمشي للمقابلة لها، على طول نمشي للمقابلة لها، من يطلع المقابلة لها؟ عين، زاوية عين اللي هي يا عين صاد، يا عين صاد، هذه زاوية مقابلة لها، سين تقابل عين يعني تساويها في القياس. وبعدين عندي قياس الزاوية سين صاد عين، سين صاد عين هيا الزاوية هذه تساوي مني الزاوية المقابلة، على طول نمشي نرفع لها المؤشر هيا زاوية يا، نقول تساوي زاوية يا بالتقابل في متوازي الأضلاع ونسموها يا عين يا سين، هذا اسمها عين يا سين، تمام. خلاص توا نجو للخاصية الأخرى وهي الزوايا المتتالية اللي تساوي 180 درجة. قال لي قياس الزاوية يا سين صاد، يا سين صاد زايد قياس الزاوية سين صاد عين، سين صاد عين يعني الزاوية سين والزاوية صاد مع بعض لما نجمعوهم كم يطلع قياس زواياهم مجموعهم؟ قلنا يطلع 180 درجة لأنهم زاويتين متتاليتين في متوازي الأضلاع. نجو للفقرة الأخيرة، قاف أو قياس الزاوية يا سين صاد، يا سين صاد هذه الزاوية هذه زايد قياس الزاوية يا اللي هي سين يا عين مع بعض كم يساوي؟ زاويتين متتاليتين كم يساوي؟ يساوي 180 درجة، 180 درجة. إن شاء الله يكون واضح كيف شرحنا خصائص المعين ومتوازي الأضلاع
وحسب ما احنا اخذنا المعلومة الثابتة عبينا الفراغات ان متوازي الاضلاع كل ضلعين فيه متقابلين متساويين، وان كل زاويتين متقابلتين خيرهم متساويتين، وان كل زاويتين متتاليتين في متوازي الاضلاع او المعين، الكلام هذا نفس الكلام، خيرهم يساوي قياسهم 180 درجة. عندك الفرق ان المعين اضلاع الاربعة متساوية في الطول. نشوفوا الآن مع بعض الشكل الهندسي الآخر اللي هو شبه المنحرف. ركزوا معاي. قال سين صاد عين، سين صاد عين شبه منحرف، حيث سين صاد يوازي، ذكروا تلاميذ معاي العلامة هذه في الرياضيات نقراها يوازي، نقراها شنو؟ يوازي سين صاد يوازي لام عين. هذا هو أمامنا صورة شبه المنحرف. قال لي زاوية سين صاد عين وزاوية صاد عين لام زوج من الزوايا بين ضلعين متوازيين. حنشوفه وينهم هم؟ سين صاد عين، انتبهوا، سين صاد عين يقصد على الزاوية هذه صاد، و صاد عين لام، صاد عين لام الزاوية هذه، هذم خيرهم بين ضلعين متوازيين، يعني حيساووا مع بعضهم كم؟ 180 درجة. أو عندي هنا الفراغ، قال لي قياس زاوية الزاوية سين صاد عين نجمعوها مع قياس الزاوية صاد عين لام مع بعض شنو يساووا؟ يساووا 180 درجة، اللي هي الزاوية صاد مع عين بين ضلعين متوازيين حتساووا قياسهم مع بعض كم؟ 180 درجة. وبعدين عندي قياس الزاوية صاد سين لام، صاد وين صاد؟ سين لام، يعني الزاوية هذه سين مع زاوية لام اللي نقروها سين لام عين، زاوية سين مع لام مع بعض خير من الزاويتين هما، حيساووا 180 درجة. لماذا؟ لأنهم بين ضلعين متوازيين، تساوي 180 درجة. هذا بالنسبة لي اللي همنا في شبه المنحرف، وهذه المعلومة حنحل بها إن شاء الله الزاوية المجهولة في شبه المنحرف. نحلوا الأمثلة. قال ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، وين؟ شوفوا الرسمة متاعها، هي هذا الشكل، ألف باء جيم دال خيرة، قال متوازي أضلاع الشكل هذا. أوجد قياس الزاوية دال جيم ب، دال جيم ب هذه أو مأشر لي عليها، هذه بقياسها هذا المطلوب طبعا، أعطيني شكل متوازي الأضلاع وأعطيني الزاوية دال قيمتها 116، هذا معطيات. المطلوب أنني نطلع الزاوية دال جيم ب، الزاوية جيم هذه، وقياس الزاوية جيم ب ألف، جيم ب ألف هذه، يعني يبي الزاوية جيم ويبي الزاوية ب. حلو هاي؟ نقولوا له إن الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع متساوية، على طول أني بنقول للزاوية هذه ب محلولة واتية سهلة جاهزة 116 تقابلها 116، لكن إحنا خلينا نطلعوا الزاوية جيم دال جيم ب هي الأولى، هي احنا شو نقولنا هنا بالنسبة لزاوية دال وجيم خيرهم في متوازي الأضلاع؟ زاويتين متتاليتين داخلتين في متوازي الأضلاع ومتتاليتين مع بعض مجموعهم 180، فنقول له ناخذ المجموع للزاويتين هذا ونطرح منه الزاوية المعلومة اللي هي 116، حتطلع لي الزاوية المجهولة الزاوية جيم، وهذا اللي درناه، قياس الزاوية دال جيم ب تساوي 180 اللي هي مجموع الزاويتين مع بعض، نطرح منا الزاوية المعلومة اللي هي 116، اطلع لي الناتج كم؟ 64. هذه الطريقة كيف وجدنا مني وجدنا الزاوية جيم أو الزاوية دال جيم ب.
خدينا مجموع الزوايا الاثنين مع بعض 180، نقصنا الزاوية المعلومة 116، فطلع لي الناتج كم؟ طلع لي الناتج 164. حنطلعوا الزاوية باء، حنقول له بطريقتين. الطريقة الأولى طلعناها من بكري، قلنا إن دال تساوي الزاوية باء لمقابلتها تساوي 116. لو احنا درنا الطريقة إن جيم وباء متتاليات، جيم هني شن طلعنا قيمتها؟ 64. نعم طلعناها 64، فنقول الباء مجموع زاوية باء ومجموع زاوية مع زاوية جيم مع بعض كم يساوي؟ 180 درجة. حناخذ ال 180 نطرح منها ال 64 اللي هي قيمة الزاوية جيم اللي طلعناها، حيطلع لي 116. إذا إجابتي صح، لأن دال 116 لابد يكون باء 116 لأنهم متقابلين في متوازي الأضلاع. هنا جيم طلعناها 64، الزاوية المقابلتها هذه زاوية ألف خيرها حتكون 64، لأن كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس في متوازي الأضلاع. إذا نقول الحل أو الجواب اللي أنت الزوايا اللي تبحث عليهم، دال جيم باء تساوي طلعناها 64 درجة، والزاوية جيم باء ألف طلعناها 116 درجة. هذا بالنسبة للمثال الأول لمتوازي الأضلاع. وتقدر أي متوازي أضلاع يعطيهولك بأي قياس لزاوية واحدة تقدر تطلع بالشكل هذا، تقدر تطلع باقي الزوايا. المثال الثاني قال لي ميم نون قاف واو معين أو أمام طلعت صورته، أوجد قياس عندي، أعطيني معين. هذا المعين في الزاوية باء 54 درجة، هذا المعطيات. المطلوب أوجد قياس الزاوية ميم واو قاف، ميم واو قاف هذه الزاوية هذه، وأوجد قياس الزاوية نون ميم واو، نون نون ميم واو، يعني بالزاوية هذه واو والزاوية ميم. فاني نقول على طول، احنا من شفنا الصورة وكيدا انتم تلاميذ الاعزاء على طول قلتوا لي ان واو تساوي الزاوية المقابلة لها نون اللي هي 54، تساوي 54 لانها متقابلين هني وين؟ في المعين، وكل زاويتين متقابلتين في المعين او في متوازي الاضلاع خيرهم متساويتين في القياس. نقول الجواب الأول إن الزاوية ميم واو قاف تساوي 54، شوفوا معي علاش، لأنها بالتقابل لقاف نون ميم، تقابل الزاوية قاف نون ميم هذه 54، لمقابلتها بتكون 54. هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني هي الزاوية نون ميم واو، نون ميم واو زاوية ميم هي المطلوبة. حنقول لأن احنا من خاصية ان الاشكال الرباعية زواياها الاربعة، وعندي زاويتين معلومتين، قاف لو كان عندي قاف نقول طول ميم قداش تساوي؟ تساوي قاف، ولكن ما عنديش المعلومة هذه. فاني ناخذ المعلومة الاساسية اللي تقول لي ان زوايا مجموع قياس الزوايا الاربعة في المعين او في الشكل الرباعي 360. إذا انتم يا أربعة يا زوايا الأربعة انتم خيركم قياسكم مع بعض 360 درجة. حناخذ ال 360 المجموع الكلي، ننقص منه عندي زوز زاويتين هما معلومتين اللي هي نون وواو، 54 زائد 54 حيطلع لي قيمة الزاويتين الزوز مع بعض اللي هما زاوية قاف وميم، حيطلع لي مع بعض. لهذا أنا بنقسم على 2، الناتج حنقسمه على 2، حنعطي نص لقاف والنص الآخر لميم لأنهم متساويتين زي ما نعرفوا، فنقسم الناتج بينهم الاثنين. نشوفوا 360 بنقصوها من مجموع 54 زائد 54 طلع لي 108، وبعدين الناتج الطرح هنقسمه على 2، 252 هذا الناتج الطرح، نقسموه على 2 كم يطلع لي؟ 126. إذن الزاوية هذه نون ميم واو تساوي 126، ولمقابلتها قاف تساوي 126، ونون أعطيها لي من الأول 54، طلعت المقابلة لها كم تساوي؟ تساوي 54.
مع بعض لو نجمعهم نبي نتأكد من إجابتي صح أو لا، لازم يكونوا الأربعة يساووا كم؟ يساووا 360، هي 54 زائد 54، ونزيدوهم مع بعض كم؟ 252، اللي هو مجموع زاويتين هادو. إن شاء الله تكون واضحة الطريقة هذه وفهمتوها، وتقدروا تحلوا أي مثال آخر موجود في الكتاب الملون أو في كتاب التدريبات بنفس الطريقة. ناخذ الآن مثال لحل شبه المنحرف، لشبه المنحرف. هذا أمامي الآن شبه منحرف اسمه سين صاد عين لام، سين صاد اسمه سين صاد عين لام، شبه منحرف أوجد قيمة الزاوية ميم. أعطيني الزاوية صاد تساوي 107، قال لي أوجد قياس الزاوية ميم. بسيطة جدا، بالمعلومة الوحيدة اللي خدناها على شبه المنحرف، اللي قال لي إن زاويتين بين ضلعين متوازيين خيرهم يساووا مع بعض 180 درجة. فنقول له إن صاد وميم، زاوية صاد وميم مع بعض خيرهم يساووا 180 درجة. فعندي من 180 عندي كم؟ عندي 107. ناخذ 180 اللي هي مجموع زاويتين هادم، ونطرح منها 107، حيطلع لي قيمة الزاوية ميم بهذا الشكل. نقول الزاوية ميم تساوي 180 ناقص 107، الناتج حيكون 73 درجة. إذن قياس الزاوية ميم كم؟ قياس الزاوية ميم 73 درجة شبه المنحرف. إذن هذه الطريقة لإيجاد الزوايا المجهولة في المعين وشبه المنحرف ومتوازي الأضلاع، لما أكون عارف الخصائص وحافظ الأساسيات والحاجات والتوابط في الأشكال هذه، مش هنتعب في إيجاد أي زاوية مجهولة في الأشكال هذه بنفس الطريقة. وديما الرياضيات نركز قبل ما نجاوب ونشوف الفكرة اللي بها أو اللي نقدر نحل بها الخطة. طبعا احنا ديما نديروا أربع حاجات، نقرأ السؤال نفهمه نعرف المطلوب ونجاوب، الثالثة نجاوب، الحاجة الأخيرة نراجع ونتحقق من الحل. هذا ديما في الرياضيات أو حتى في أي مادة تانية، ديما نفهم السؤال، لأن فهم السؤال نص الإجابة، بعدين ندور الفكرة الحل، بعدين الحل نحل، وبعدين نراجع الحل. هذه المعلومة تلميذي ديما خليها عندك وحل بها جميع المسائل. هنشوفوا مع بعض، ناخدوا أمثلة الآن بعد ما كملنا الأشكال الرباعية، ناخدوا أمثلة على منوعة من المنهج كامل أو من الباب هذا كامل، ناخدوا على المثلثات وأشكال الرباعية وهكذا، ونطبقوا في كل مرة نشوفوا الفكرة وشن هي الخاصية اللي بنحل بها المثال اللي أمامي. أهم حاجة زي ما قلت لكم فهم السؤال ومعروف ونعرف المطلوب بالضبط شنو هو، ندور الفكرة وبعدين نجد الحل، نحط الحل بعدين نراجع الحل. ما تنسوش معاي تلاميذي الخطوات هذه. شوفوا المثال الآن، عندي هنا مثلثان، مثلث داخل مثلث، ألف با جيم تبعوا بالمؤشر، وانت معاي في كتاب التدريبات هنا المثال، ألف با جيم، ألف با جيم هذا مثلث الكبير. بعدين عندي با دال هي، با دال هي هذا مثلث آخر، يعني عندي مثلثان الكبير واللي داخله هو الصغير. شو المطلوب؟ هذا المعطيات عندك هنا، الزاوية هذه 50 وهذه 80 وهذه 70 وهذه مجهولة سين، قال لي أوجد قيمة الزاوية سين. تعالوا نشوفوا زاوية سين كيف نقدر أن نطلعها. زاوية سين نقدر نطلعها من أن زوايا المثلث الثلاثة يساووا كم؟ 180، مجموع قياس الزوايا الثلاثة في المثلث 180. نبي ندير الخطوة هذه ما قدرتش نديرها ليه؟ لأن عندي زاوية معلومة واحدة اللي هي جيم، زاوية جيم معلومة 70، لكن الزاوية ب مجهولة. لو كانت عندي قيمة الزاوية ب كنت أنا طرحت من 180 طرحت مجموع الزاويتين جيم وب، يعني باش نقدر أني نطلع سين لابد شن ندير أولا نطلع قيمة الزاوية ب.
نطلع قيمة الزاوية ب، بعدين نجمع الزاوية ب مع الزاوية ج ونطرحهم من 180، نطرحهم من 180. نجو نطلعوا الزاوية ب توا، خلاص نحن نوقفوا عليك يا سين لين نطلعوا الزاوية ب. الزاوية ب هنايا كيف نطلعها؟ هذا في المثلث اللي اسمه ب دال هين. هني نقدر نطلعها ليه؟ لأن عندي زاويتين معلومتين، زاوية ه تساوي 50 درجة قياسها، والزاوية د تساوي 80 درجة في القياس. إذا عندي زاويتين معلومتين، نقدر نطلع الثالثة المجهولة وهي الزاوية ب. شنو ندير؟ ناخذ مجموع زوايا المثلث الثلاثة اللي هم 180، نطرح منه مني مجموع 50 زائد 80، فنقول له الزاوية ب تساوي 180 اللي هي زوايا مجموع زوايا المثلث، نطرح منها مجموع الزاويتين المعلومتين اللي هي 50 و80، فنتحصل على قيمة الزاوية ب 180 ناقص 130. 130 هي مجموع 50 زائد 80، فطلعت لي الزاوية ب كم قيمتها؟ قيمتها 50. إذا هنا تحصلت على الزاوية ب قيمتها 50. توا نقدروا نطلعوا الزاوية س، نستطيع نطلع الزاوية س بعد ما عرفنا الزاوية ب بنفس الخطوات، هي بمعلومة أن زوايا المثلث الثلاثة تساوي 180 درجة، فنقول الزاوية س تساوي ناخذ 180 نطرح منها مني مجموع الزاوية ج وب اللي هو 70 و50. بهذا الشكل نقول قيمة الزاوية قيمة الزاوية س تساوي 180 درجة ناقص 50 زائد 70، الناتج حيكون كم؟ ناتج الجمع 120 نطرحها من 180، كانت الزاوية تساوي 60. إذا طلعنا زاوية س كم تساوي؟ 60. تلاميذي الأعزاء ناخذ مع بعض آخر مثال لدرسنا اليوم، وإن شاء الله الحصة القادمة نكمل باقي حل الأمثلة. عندي الشكل اللي أمامي الآن، قال لي الشكل الآتي لم يرسم بمقياس رسم، معناها مرسوم بدون مقياس رسم. ألف اسمه ألف ب ج مثلث متساوي الساقين فيه ألف ب يساوي ألف ج، وب ب ب ج د مستقيم، أوجد قياس الزاوية ألف ب ج. المعطيات شن هي؟ أعطيني مثلث متساوي الساقين، أهو هذا الإشارة إنه ما يدل لي مثلث متساوي الساقين، وقال لي فيه ألف ب يساوي ألف ج، يعني بتكون ب وج خيرهم هذم زوايا القاعدة بيكونوا متساويين في القياس. هذه معلومة أخذناها الحصة الماضية. ب ج د هذا مستقيم، خط مستقيم، وعندي هني زوايا على خط مستقيم، هذه كلها المعلومات اللي بنحل بها. أوجد قياس الزاوية ألف ب ج، يبي زاوية القاعدة هذه اللي هي الزاوية ب. كيف بنطلعها الزاوية ب؟ لو كان عندي قياس الزاوية ج لو قلت له ب تساوي ج وحطيت نفس العدد، لكن أنا ما عندي. شو المعلومة اللي عاطيها لي؟ أعطي لي الزاوية الخارجة هذه قيمتها، الزاوية الخارجة كم قيمتها؟ 135. لما نشوف أنا الزاوية هذه الزاوية ج مع الزاوية ألف ج د اللي قيمتها 135، هذوما شنو بنقول عليهم؟ بنقول عليهم زوايا على خط مستقيم. شوف كيف احنا جمعنا المعلومات السابقة كلها وبنحل بها. زوايا على خط مستقيم مع بعضهم كم يساووا؟ يساووا 180 درجة. 180 درجة، حناخد 180 نطرح منها 135 حتطلع لي قيمة الزاوية ج بهذا الشكل. شوفوا معاي، خدينا 180 طرحنا منها 135 طلع لي الناتج كم؟ 45. إذا قيمتك أنت يا جيم 45 على طول، ونقول ب تساوي 45. لماذا؟ لأن زوايا القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتين اللي هما جيم وب، هادو يساووا بعض. ما دام طلعنا جيم 45 أنت يا ب حتساوي 45، وهذا هو المطلوب مني في السؤال هذا.
ان شاء الله يكون المثال واضح، وان شاء الله مستمرين في الأمثلة، لان خلاص وقت الحصة انتهى، الحصة الجاية نكملوا باقي الأمثلة، لان ننهوا الباب الثالث ان شاء الله، الباب الثاني الهندسة الحصة القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم الاستفادة تلاميذ الأعزاء، وفقكم الله وفتح عليكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمتكم نجلاء رمضان الكموشي. بارك الله عليك.